يا ريم فارس من حرفيش، مدربت انت ايش؟ مدربت ايش؟ انا بدرب تزلج على العجلات، تزلج الفني على العجلات. مين بتدربي؟ بدرب طلاب عمرهم من 4 سنين ل 13 سنة. طلاب كثير الطلاب كثير عندي عم يتقدموا بهاي الدورة. هاي الدورة احكي لي شيء عن هاي الدورة. نعم، هاي الدورة طبعا صلي أنا بهذا المجال 5 سنين، مجال كتير حلو ومتطور ومتقدم كمان، اللي هو فيش منه كتير. صلي بالمجال 5 سنين، اشتغلت سنتين من قبل جمعية تزلج على العجلات اللي هو رولر بليدز. كمان مرة بالانجليزي ايش؟ رولر بليدز. رولر بليدز، طيب. واشتغلت كمان سنتين 3 سنين لحالي بشكل شخصي، مستقلي يعني بشكل مستقلي. نعم مستقلي. طبعا هاي الدورة إلى كثير فوائد، أحد الفوائد تبعتها إنها هي بتصقل شخصية الولد، بتزوده بثقته بنفسه. الدورة كثير جميلة حلوة، فيها فن، دمج بين الفن وبين الرياضة، اللي هو تقريبا مش بكل مجالات الرياضة في إشي عن هالشكل. كم ولد كان عندك؟ كم متدرب ومتدربين؟ عندي كان بالفترة الأولى حاليا يعني بهاي الدورة حاليا عندي أنا طبعا فتحت زي فرق عندي فرقتين بحرفيش، تقريبا 23 ولد كانوا عندي، وبالبقيع تقريبا 30 ولد السنة هاي، اللي هن قسمتهم لمجموعات. في عندي بحرفيش فرقتين مبتدئين، وعندي بالبقيعة 4 فرق، ثلاث فرق منهم مبتدئين، وفرقة واحدة اللي هن متقدمين. طبعا عندي كمان أولاد اللي هي مرقت الدرجة الثالثة، صاروا بدرجة رابعة. طبعا عندنا درجة من درجة ألف لدرجة دال، وكل درجة في إلى البرنامج تبع التزلج هاي الرياضة. شو الصعوبات مثلا؟ هل هناك صعوبات مثل هاي الرياضة مثلا أنت كمدربي؟ في مثلا صعوبات بتعاني منها بالنسبة خاصة للتدريب الصغار؟ شفت أنا أجيال مختلفة هون. نعم، الصعوبة الوحيدة مش بالصغار، بالعكس التعامل معهم كثير حلو. الأولاد الصغار بالعكس إنه يبلشوا بهذا الجيل ممتاز، بيعطي أكثر تشجيع للولد إنه يتقدم بعدين في هذا المجال، وكمان بيبعدوا عن الخوف. بس الصعوبة اللي أنا بأخذها مش عمليا مش مع الأطفال أو مع الأولاد، إلا مع الشروط المتواجدة لهي الرياضة، مثل القاعة هي لازم تكون مناسبة. فإحنا في بلادنا فيش قاعات مناسبة لمثل هاي الرياضة بكثرة. يعني بالبقيعة في عنا هاي القاعة إحنا عم نستعملها، قاعة كثير منيحة نسبيا لباقي القاعات الموجودة. القاعة لازم تكون مبنية من باركيت، وبإسرائيل دولة إسرائيل في قلة بهذا المجال وبهاي الشروط بالذات. فإحنا لقدام إن شاء الله بعد ما يصير في معرفة ونكون يصير في معرفة عند الأهل أو عند المدراء الرياضة أو بالنسبة لهذا المجال، يصير في تطور من ناحية بناء شروط. يعني بتوجه للأهالي مثلا بكلمة أو برسالة؟ حول أوجه لهم كلمة شكر على الدعم اللي هن أبدوا استعدادهم وتفهموا موضوع الرياضة هاي، وأكثر عم بصير في تقدم، بصير في معرفة. يعني كانوا مشجعين لأولادهم هناك للرياضة هاي؟ نعم. يعني أنت توجهي لهم برسالة إنه لأولادهم الصغار اللي تحقوا بمثل هيك مجال؟ نعم، أنا بوجه لكل الأهالي إنه يشجعوا أولادهم الصغار ابتداء من عمر 4 سنين، ممكن إنه يدخلوهم لسنة الجاي بيصيروا متقدمين وبيقدروا يتقدموا في هذا المجال. شاهدت حضور رئيس المجلس الدكتور غازي فارس، يعني هناك كان هناك دعم ولا فقط من الدعم معنوي؟ نعم كان في دعم في الإحقاعات المدرسة. يعني كان عندنا كثير فعاليات السنة هاي، إحدى الفعاليات أخذناهن على مركز كندا في المطلة. الدكتور غازي فارس رئيس المجلس المحلي أنا كثير بشكره على الدعم، كمان اللي إن كان مالي أو معنوي أو من هاي النواحي، هو كثير دعمني ساعدني ساهم بتطوير هذا المجال. بشكره كثير إله، للأخ
عمي ولؤي كمان كمال عامر، كثير كثير بشكرهم، وقفوا جنبي ودعموني، ولو انه انا يعني عملت الرياضه مع الاولاد هون في القاعه وكنت مدربتهم، اما هن من نواحي ثانيه كانوا يساعدوني، واي شيء كنت احتاجه كانوا يوقفوا معي. بشكرهم كثير، ويعطي بقول لهم يعطيكم العافيه. وشكرا.